دعاؤه عليه السلام في الصلاة على آدم عليه السلام: اللهم وآدم بديع فطرتك وأول معترف من الطين بربوبيتك وبكر حجتك على عبادك وبريتك والدليل على الاستجارة بعفوك من عقابك والناهج سبل توبتك والموصل بين الخلق وبين معرفتك والذي لقنته ما رضيت به عنه بمنك عليه ورحمتك له والمنيب الذي لم يصر على معصيتك وسابق المتذللين بحلق رأسي في حرمك والمتوسل بعد المعصية بالطاعة إلى عفوك وأبو الأنبياء الذين أوذوا في جنبك وأكثر سكان الأرض سعيا في طاعتك فصل عليه أنت يا رحمن وملائكتك وسكان سماواتك وأرضك كما عظم حرماتك ودلنا على سبيل مرضاتك يا أرحم الراحمين.